جوله اولى انتهت وجوله الحسم في القاهره. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده من السادسه. والنهارده يعني الحقيقه الواحد محتار يبتدي ازاي. احساسي ان في جزء كبير جدا من جماهير النادي الاهلي رغم النتيجه بالحسابات وبالارقام تعتبر مرضيه. انت بتلعب فاينل افريقيا، اكبر بطوله مع نادي كبير، ترجي على ارضه وسط جمهوره دايما داخل في الحسابات، تحقق تعادل سلبي ويتاجل الحسم لمواجهه في مصر في استاد القاهره على ارض النادي الاهلي وسط جمهوره، ودي مواجهه صعبه جدا على اي فريق في القاره. لكن يبدو ان في احساس عام كده عند جزء من جماهير الاهلي، وهو جزء مش قليل، ان هم مش مبسوطين بالنتيجه. وده ممكن يبقى بسببين او ليه سببين. السبب الاول هو احساسك وقناعتك انه الاهلي كان يقدر يعمل احسن من كده في رادس. نمره اتنين، ان سيناريو المباراه بيقول انه الاهلي كان برضه ممكن يعمل كده نتيجه احسن من كده في رادس. ونمره ثلاثه واضيف من عندي كمان، هو حسابات المباراه اللي جايه شويه اللي اتعقدت. مش عايز اقول اتعقدت، لكن حساباتها على الاقل ما بقتش مريحه بالنسبه لنا. تقدر تقول انها نسخه مكرره من مواجهه مازيمبي في الدور قبل النهائي. على الرغم انه بالنسبه لي مازيمبي الكره اللي لعبها في ملعبه بتقول انه، والكره اللي لعبها معانا في مصر هنا كمان في القاهره بتقول انه افضل، بتقول انه اخطر من فريق الترجي اللي تقريبا ما جاش امبارح. وتحس كده انه في اتفاق شفهي مش مكتوب بين مارسيل كولر وبين ميجيل كاردوزو بانه احنا عايزين المباراه دي تطلع 0-0. هدفك ايه يا كولر من المباراه؟ انا مش عايز استقبل اهداف. هدفك ايه يا كاردوزو من المباراه؟ انا كمان مش عايز استقبل اهداف. طب يا جماعه مفيش حد عايز يسجل؟ لا انا مش عايز، احنا مش عايزين نسجل، احنا عايزين بس نطلع بشباك نظيفه. وكانه اتفاق شفهي حصل في بدايه المباراه. هي في كره القدم يعني او بلغه كره القدم مباراه دون المستوى. يعني لما بتتكلم على اسمين من عمالقه الكره الافريقيه كبطولات وكتتويجات وكاسم وكعناصر وكتاريخ وكارقام، قول زي ما انت عايز تقول، وتتكلم على اهم مباراه في الموسم بالنسبه لقاره افريقيا، مباراه اولى يعني او جوله اولى بين الاهلي والترجي، فالكره اللي احنا شفناها فيها قليله جدا او تقريبا ما كانتش حاضر. التكتيك يمكن فرض نفسه اكتر بكتير جدا من الكره اللي تليق باسم وامكانيات الفرقتين. لكن في النهايه انا مش حابب السيناريو اللي ناس كتيره جدا بترن عليه وتقول لك انه وكان نهائي افريقيا من جوله واحده في القاهره. انا مش حابب ده، مش حابب النغمه دي، وهقول لكم ليه. انا حابب جدا، وانا اعتقد انه تفكير ميجيل كاردوزو في فكره انه يطلع من المباراه بنتيجه 0-0 هو بينه وبين نفسه وبينه وبين لعيبته بيعتبرها انه كسبان 1-0. يعني لو انا عندي القدره ان انا اعمل برين ووش لعيبه النادي الاهلي هقول لهم نتيجه مباراه الذهاب 1-0 لصالح الترجي. دي وجهه نظري الشخصيه على فكره، يعني بتكلم كواحد من الجمهور. ليه؟ لانه لما تيجي تحسب او تفكر في المباراه او في انه النهائي هيتلعب من مباراه واحده في القاهره افهمها لو كان اي نتيجه تعادل تصب في مصلحه الفرقتين. لكن الترجي جاي القاهره عنده سيناريوهين، عنده احتماليتين بيصبوا في مصلحته، في حين انه الاهلي ما عندوش غير احتماليه واحده وهي المكسب باي نتيجه. اما الترجي فهو بيلعب على حاجه من الاثنين او سيناريو من اثنين. السيناريو الاول هو التعادل الايجابي، السيناريو الثاني طبعا هو تحقيق الفوز، لكن ده بالنسبه لكاردوزو هيبقى صعب. اللي ما قدرش يعمله على ارضه في ملعبه وسط جمهوره صعب جدا يقدر يعمله على الاهلي تحديدا وفي ملعبه ووسط جمهوره. فرهانه هيكون على انه يسجل وانه يحافظ على الهدف اللي بيسجله، ايا كانت بقى النتيجه، كانت المبادره معاه او كانت المبادره مع النادي الاهلي، لكن هدف واحد يكفي كاردوزو. هو رهانه كله على انه يسجل حتى هدف وحيد في القاهره هنا، وبعد كده يحلها الحلال زي ما بيقولوا، نرص الاتوبيس، يلا يا رجاله حط ال 11 جوه الصندوق. واحنا عارفين انه شمال افريقيا بيجيدوا حاجتين الحقيقه امبارح، ودي حاجه من الحاجات السلبيه اللي انا لاحظتها في ماتش امبارح. مش هقول اسماء، لكن انا حسيت انه لعيبه الترجي، مش جمهوره على فكره، اللي لازم اوجه له تحيه الحقيقه، تحيه على تشجيعه الراقي، تحيه على دخلت المباراه شابوه، بتقول انه جمهور عظيم، جمهور فاهم، جمهور عنده وعي كبير جدا 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 بانه في حاجات في اوقات كثيره جدا ممكن تبقى حتى اهم من كره القدم. جمهور حتى بعد انتهاء المباراه قرر انه يوجه التحيه لاعيبه النادي الاهلي في ارض الملعب، فكل الشكر والتقدير الحقيقه للاشقاء في تونس، جماهير نادي الترجي المحترمه اللي ادت صوره الحقيقه
لازم ان احنا نشيد بيها ونتمنى ان احنا نشوفها في كل ملاعبنا العربية. لكن القصة في القاهرة غير، والأهلي في القاهرة غير. اللي نجح فيه لعيبة الترجي امبارح وكنت بتكلم فيه هو فكرة ان هم يخرجوا لاعبتنا بره تركيزه. في لقطات كتيرة جدا جدا نجح فيها لعيبة الترجي ان هم ينرفزوا لعيبتنا، وما دام اتنرفزت اعرف انك انت خرجت بره التركيز بنسبة 100% في المباراة. بيحصل عملية تشتت، بيحصل عملية لخبطة، بيحصل عملية توتر، سميها زي ما تسميها، لكن كل ده ناتج عن فكرة الاستفزاز الطبيعي في الملعب. ويمكن اللي ساعد على ده بقصد أو بدون قصد، ما أقدرش أحكم بصراحة، لكن أنا بشوف إنه مصطفى غربال حكم مباراة امبارح هو صحيح بيصنف على إنه واحد من أفضل حكام إفريقيا، وأنا بمنتهى الصراحة يعني كنت بعتقد إنه واحد فعلا من أفضل حكام إفريقيا، لكن الحقيقة إنه ظهر بمستوى يمكن ما كانش موفق، يمكن ما كانش يومه. صحيح ما تقدرش تقول إنه كان ليه أخطاء مؤثرة على نتيجة المباراة أو ليه أخطاء كارثية، لكن دايما طول التسعين دقيقة خد بالك إحساس اللعيبة في الملعب بالحكم يختلف تماما عن إحساس الجمهور اللي في المدرجات أو اللي ورا الشاشات. وكم الأخطاء الوهمية اللي اتحسبت على النادي الأهلي امبارح، أخطاء ما فيهاش أدنى مجال للشك، ما فيهاش شبهة الفاول، ما فيهاش شبهة ارتكاب مخالفة. كم الأخطاء الوهمية اللي حسبها مصطفى غربال امبارح على لعيبة النادي الأهلي في المباراة، أعتقد ساهمت بشكل كبير جدا في إحساس لعيبة النادي الأهلي بالظلم أو بعدم وجود العدالة التحكيمية في ملعب المباراة، وده اللي استفزهم أكتر أو اللي دفعهم أكتر إن هم يخرجوا عن تركيزهم. في نفس الوقت واللي واضح جدا كان بالنسبة لي برضو، وأنا اسمحوا لي معلش النهاردة بتكلم بوجهة نظري أكتر، أنا كنت حاسس امبارح الحقيقة إنه في استهداف لمفاتيح لعب النادي الأهلي بعنف شديد، حتى لو ما كانش بغرض الإصابة أو خروجهم من حسابات المباراة زي ما حصل مثلا مع علي معلول، فعلى الأقل يبقى في حالة من حالات التخويف أو الإرهاب لو جاز التعبير، في إن كل لعيب يخاف على نفسه لأنه مستهدف. ده شفته مع أكتر من لاعب في النادي الأهلي امبارح، لقطات عنف حتى دي ما كانش لمصطفى غربال دور فيها إنه يحمي لعيبة النادي الأهلي، أو على الأقل إنه يحذر لعيبة الترجي من اللجوء للعنف في أوقات كتير جدا وفي أماكن كتيرة جدا من الملعب ممكن تحسبها الغير مبرر. يعني أفهم إنه يبقى في حالة عنف، لو في خطورة على المرمى ممكن يلجأ اللاعب هنا لفاول تكتيكي او لفاول عنيف عشان يحمي المرمى بتاعه من خطوره، لكن في كور ميته على ارض الملعب لا تستدعي التدخلات العنيفه دي، ومنها حصل مره مع امام عاشور، حصل مره مع حسين الشحات، حصل مره مع علي معلول. فمصطفى غربال الحقيقه لم يكن موفقا، وان كان خلينا برضو لما متفقين انه ما كانش سبب باي شكل من الاشكال في وصول النتيجه لنتيجه 0-0. يبقى الرهان على ايه؟ انا مطمن، أنا حاسس طبعا، ويمكن ده جزء كبير جدا من عدم رضاي أنا شخصيا عن النتيجة. كان نفسي امبارح الأهلي يسجل، وكنا بالذات في الشوط الثاني قريبين، يعني يمكن في الشوط الثاني حسيت إنه الأهلي قريب، لكن يمكن كان احترام زيادة عن اللزوم، يمكن كانت حسابات مدربين، والأقرب ليها الحقيقة طبعا في النهاية هو مارسيل كولر، هو اللي ليه حساباته، هو اللي عارف تماما إزاي ممكن يوصل، لأنه ما أعتقدش إنه في حد عنده رغبة في تحقيق اللقب أكتر من مارسيل كولر، بما فيهم لعيبة النادي الأهلي نفسه. السيزن ده بالنسبة له اللقب أعتقد في حساباته حياة أو موت، فبالتالي هو الأقدر وهو الأقرب وهو الأكثر تحملا للمسؤولية في اتخاذ قراراته، سواء في التغييرات اللي عملها، واللي بيتهيأ لي إن إحنا كلنا متفقين إن نزول قفشة في الملعب غير بشكل كبير وتقل كفة النادي الأهلي على حساب الترجي على الأقل في ربع ساعة أو تلت ساعة الأخيرة بشكل كبير. الترجي ما ظهرش تقريبا، ووفا أو شوبير غاب عن المشهد تقريبا في نهاية المباراة، وده الوقت اللي كنت حاسس إنه الأهلي فيه لو في جرينتا، لو في إصرار، لو في رغبة حقيقية كان ممكن جدا الأهلي يسجل. لكن في النهاية إجمالا النتيجة تعتبر جيدة يعني، وحتى لو كان لا قدر الله الترجي سجل كان هيبقى عندي ثقة كبيرة جدا في إنه إحنا نقدر نرجع في القاهرة. فكونك رجعت 0-0 زي ما هيكون في ضغط على الأهلي، وزي ما قال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اللي هنستعرض معاكم النهارده جزء من تفاصيله، زي ما قال مارسيل كولر انه
مهمتنا في القاهرة ليست سهلة وده أكيد، لكن ما زلت على قناعة أنه الأهلي يقدر بشكل كبير جدا إن شاء الله أنه يفرح جماهيره يوم السبت اللي جاي، وإن شاء الله بإذن الله البطولة رقم 12 تبقى من نصيبنا. عندنا أخبار عن النادي الأهلي، طبعا في راحة بقرار من مستر مارسيل كولر، الكلام اللي اتقال على علي معلول كله على السوشيال ميديا مجرد استنتاجات. خليني أقول لحضراتكم لغاية يعني قبل ما أطلع الحلقة بثواني، كل الأخبار أو كل المعلومات اللي توفرت عندي فيما يتعلق بحالة علي معلول مفيش منها شيء مؤكد، وكله بما فيهم الحقيقة الجهاز الفني، وأعتقد أنه بمجرد وصول البعثة النهاردة علي هيخضع على كشف طبي بناء عليه هتتحدد حجم الإصابة، وبناء عليها هيتحدد طبعا يعني إمتى ممكن علي يكون جاهز مرة تانية. ألف سلامة كابتن علي، ألف ألف مليون سلامة. الحقيقة امبارح إصابتك وخروجك من الملعب، ودي واحدة أعتقد من الحاجات اللي لخبطت شوية حسابات النادي الأهلي ولخبطت شوية حسابات مارسيل كولر. علي واحد من أهم المفاتيح اللي خرجت تقريبا بعد أقل من 10 دقائق، وبالتالي ممكن تكون جزء من استراتيجية مارسيل كولر في تخطيطه أو رؤيته للجيم اتأثرت بشكل كبير جدا بغياب أو بخروج علي معلول، وده ما يقللش الحقيقة من الدور اللي أداه كريم فؤاد. أعتقد أنه لما الأهلي يحتاجه الحقيقة في مركز بقاله كتير قوي. طبعا ده خروج علي معلول متولي وكهربا شايلينه، ألف سلامة طبعا على علي، وإن شاء الله بإذن الله يعني يرجع نطمن عليه الأول، أهم حاجة نطمن عليه ونطمن على حجم الإصابة، وإن شاء الله بإذن الله علي يرجع أفضل من الأول. كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي، الكلام لجمهور النادي الأهلي، الرهان عليكم في مباراة السبت القادم رهان ما فيهوش كلام، والحقيقة أنا ثقتي في أنه جماهير النادي الأهلي زي ما عودتنا دايما هتكون اللاعب رقم واحد في استاد القاهرة إن شاء الله، وهتكون صاحبة دور كبير جدا وأساسي جدا في تتويج النادي الأهلي بالنسخة رقم 12 في تاريخه من دوري الأبطال. التفاصيل والأخبار هتكون معاكم في السادسة بعد الفاصل. عايزك تنسى يا حلقة النهاردة بنتكلم في إيه؟ حلقة النهاردة بنتكلم في، حاول تنسى شوية إنه الماتش اللي حصل ده نهائي، مباراة نهائية، تعال نقيمها على إنها مباراة كورة. تعال نسأل بعض كده، هل الترجي فريق مرعب؟ هل الترجي يفوق من حيث المستوى فرق قابلها الأهلي في بطولة أفريقيا السنة دي، النسخة دي من دوري الأبطال؟ يعني هل الترجي أفضل من مازيمبي؟ هل الترجي أفضل من يانج أفريكانز؟ هل الترجي أفضل من سيمبا؟ بكلمك على الماتشات اللي لعبها الأهلي خارج ملعبه. سيبك من الماتشات اللي لعبناها هنا، الماتشات اللي لعبناها هنا الأهلي تساعد تقريبا كل ماتشاته بما فيهم مازيمبي، يعني بشوف انه اقوى منافس قابله الاهلي في البطوله لغايه النهارده هو فريق مازيمبي. وتعالى نستدعي كده او نسترجع سيناريو مباراه الاهلي ومازيمبي هناك، ونشوف مدى خطوره الفريق الكونغولي على الاهلي، ومدى وكم عدد الفرص الخطيره اللي صنعها مازيمبي. وفي المقابل الاهلي ايضا كان ليه عدد من الفرص الخطيره، وان كانت المباراه انتهت في النهايه بنتيجه 0-0. هل صنع الترجي او قدر الترجي انه يمثل خطوره على النادي الاهلي امبارح؟ هل شفت في ترجي على المستوى الجماعي وفردي حاجه ممكن تهدد الاهلي على ملعبه وسط جمهوره؟ هل ممكن تعيش سيناريو الاهلي ومازيمبي مره ثانيه هنا لغايه لما الاهلي بادر وسجل هدفه الاول ومن بعد كده الثاني ومن بعد كده الثالث؟ اعتقد انه الاجابات دي هنحاول من خلالها نستشف او نقرا ايه شكل المواجهه وازاي بيفكر ميغيل كاردوزو ومارسيل كولر في لقاء السبت القادم. بس قبل ما نطرح كل الاسئله دي خلينا نشوف معانا ايه أخبارنا النهاردة وإزاي علقت الصحف التونسية، وإيه هو برنامج الأهلي للتحضير للمواجهة المنتظرة. هنشوف معنا إيه في الأهلي نيوز روم. خلينا نبدأ مع حضراتكم الأول بأخبار بعثة النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول طبعا لكرة القدم برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي كان ترأس بعثة في تونس واللي عادت للقاهرة بسلامة الله. والحقيقة يمكن برنامج مستر مارسيل كولر للاسبوع الجاي، وقرر يدي راحه يومين بعد ما خلص طبعا مباراه الجوله الاولى في رادس، هيدي راحه النهارده ويدي راحه بكره. دي لقطات طبعا من عوده البعثه تقدمهم كابتن محمود الخطيب. حقيقه يمكن بيتهيألي كمان انه كابتن خطيب يعني انا بالنسبه لي وبالنسبه للملايين اعتقد بالذات اللي من جيلي او اللي اكبر مني كمان شويه، يعني اعتقد ان احنا متفقين ان احنا ما شفناش في ملاعب كره القدم اسطوره زي كابتن محمود الخطيب، لا قبله ولا بعده، انا ما شفتش. يعني اسمع طبعا انه مصر طول عمرها ولاده وان في نجوم كبار جدا جدا من ايام مختار التتش
واسماء كتيره جدا لعبت في مصر وقدمت يعني سابت علامات، لكن انا بالنسبه لي الخطيب هو اسطوره كره القدم المصريه. اللي ما كنتش الحقيقه متوقعه، مش تقليل من كابتن محمود الخطيب، هو النجاح المبهر اللي حققه النادي الاهلي، او النقله النوعيه اللي اتحققت في عهد كابتن محمود الخطيب. وكانه بينه وبين نفسه عنده اصرار انه زي ما كان اسطوره داخل الملعب وعمل اسم كبير جدا مع النادي الاهلي، انه كمان في موقع الاداره وهو بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي يسيب تاريخ كبير وعلامه كبيره جدا كواحد من انجح الرؤساء لتولوا مسؤوليه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. ويكفي فخرا طبعا ان الاهلي بيخوض خامس نهائي على التوالي، اعتقد نجاح لم يسبق لي لا في الاهلي ولا في اي نادي افريقي ان يحقق مثل هذا النجاح. ونتمنى التوفيق، لانه النسخه الرابعه او البطوله الرابعه من اصل خمس بطولات، اعتقد انه انجاز لم يتحقق وصعب انه يتحقق الا لو كان النادي الاهلي هو صاحب التحدي او رقم القياسي. على كل الاحوال عوده بعثتنا ما قلقناش فيها غير يعني ان احنا نطمن على علي معلول. الحمد لله يمكن يعني لعيبه ما كانش يومها، يمكن الترجي فرض علينا اسلوب معين، يمكن الملعب واجواء الملعب كانت صعبه، لكن في النهايه إذا كانت جماهير النادي الأهلي مش راضية قوي عن النتيجة، ده لأنها كانت واثقة إنه الأهلي أو إحساسها إنه الأهلي إمكانياته أكبر بكتير جدا من الترجي وإنه يقدر يحقق الفوز في رادس. وده لو بيعكس حاجة أو بيأكد حاجة، بيأكد تقل وحجم اسم النادي الأهلي على مستوى قارة أفريقيا. طب خلينا نروح لتونس. طيب التوانسة أشقائنا في تونس شايفين إزاي مباراة الذهاب ونتيجة 0-0؟ هل بالنسبة لهم مرضية؟ هم يعلموا تماما حجم وقيمة النادي الاهلي، لكن تعالوا نشوف عدد من الصحف التونسيه يمكن علقت طبعا على نتيجه مباراه الذهاب. طيب نبدا بالصريح التونسيه اللي اتكلمت على انه التعادل هو العنوان، يعني التعادل يحسم مواجهه الترجي والاهلي. في نبره هدوء في اغلب المانشيتات او العناوين اللي اختارتها الصحافه التونسيه او الاعلام التونسي، وحتى الاستوديوهات التحليليه ما بعد المباراه. أنا تابعت امبارح عدد من الاستوديوهات التونسية، يعني هم شايفين إنه في أمل في القاهرة، عندهم إحساس إنه في أمل في القاهرة. دي الترجي الرياضي الأهلي المصري 0-0 والحسم في القاهرة، طبعًا لقطة لميدن جازا طبعًا اللي لفتت الأنظار امبارح في تيفو جماهير طيب دي معانا شبكة تونس الرقمية، رابطة الأبطال الإفريقية، التعادل السلبي يحسم مواجهة الذهاب بين الترجي والأهلي. كلها عناوين تبدو كده ايه يعني مونوتون زي ما احنا بنسميها. طيب ابطال افريقيا، تعادل سلبي بين الترجي والاهلي، صراع الارقام بين العملاقين يميل للاهلي. طيب كرة قدم طبعا الترجي يكتفي، دي طبعا إذاعة موزايك واحدة من أشهر الإذاعات في تونس، موزايك اف ام، الترجي يكتفي بالتعادل أمام الأهلي. والحقيقة كان في إشادة، يعني الإشادة بدأت من بعد نهاية المباراة من جمهور الترجي الحقيقة اللي احترم المستوى والأداء اللي قدمه فريق النادي الأهلي وحيا لعيبة النادي الأهلي وهم لسه على أرض الملعب. وكل الصحف التونسية الحقيقة أشادت كمان بظهور الأهلي وبالنتيجة، حاسين طبعا إنه بالنسبة للأهلي إنه يتحقق في جولة أولى تعادل في رادس، ده في حد ذاته بيصب وبيقرب الأهلي بشكل كبير جدا من اللقب الإفريقي. لكن لسه في تساؤلات كتيرة جدا عند جماهير النادي الأهلي، ويهمنا 90 دقيقة القادمة كيف سيخوض الأهلي المواجهة المنتظرة أمام الترجي في استاد القاهرة يوم السبت اللي جاي، وإزاي يقدر الأهلي أو يتمكن الأهلي من إحراز اللقب والتغلب على الترجي في استاد القاهرة. ده هيكون جزء الحقيقه من كلامنا مع كابتن رامي ربيع نجم النادي الاهلي السابق، واللي هيكون ضيفنا في السادسه لكن بعد الفاصل.
يعني عايزكم تستعرضوا مشوار الاهلي في بطوله دوري الابطال في مبارياته خارج الارض. هتلاقي ان يمكن دي مباراه الفاينل هي اقل مباراه على المستوى الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي. هل عشان دي حسابات مباراه نهائي، ولا هل عشان ده الترجي؟ هل من الممكن انه الاهلي كان يخلص البطوله كلها في رادس، ولا النتيجه اللي حققها مارسيل كولر وميجيل كاردوزو ارضت الطرفين وابقت المواجهه مؤجله للقاء السبت المقبل، وسيناريو المباراه اللي جاي ازاي بيشوفه الكابتن رامي ربيع ضيفنا طبعا نجم النادي الاهلي السابق وضيفنا النهارده في السادسه، ده اللي هنتكلم فيه وده اللي هنبدا معاه الكلام فيه. مساء الخير كابتن رامي. كابتن احمد عامل ايه؟ عايز اعرف منك الاول بعد صفاره الحكم امبارح مصطفى جربال، حسيت انه جماهير الاهلي منقسمه، نص مش يعني نص مش راضي شايف ان النتيجه دي صعبت اكتر مباراه العوده، ونص تاني يقول لك لا في مباراه الذهاب خارج الارض مع فريق بحجم الترجي انك ترجع بتعادل سلبي الاهلي اكيد هيخلص في القاهره، انت مع اي نص فيهم؟ والله يا احمد يعني بعد المباراه امبارح وبعد بالظبط بعد تلت ساعه من المباراه، السيناريو اللي كان مستر كوره حاطه للترجي واحترامه للترجي، انت بتلعب برضو مباراه نهائيه والنهائيات بالذات يعني تكسبها ما تلعبهاش يعني في النهائيات بالذات، فهو الراجل محترم فرقه الترجي، بس انا كنت شايف امكانياتنا فريق الاهلي كامكانيات وسكواد لعيبه جوه الملعب لا احنا اعلى من الترجي بكتير، وكان سهل جدا اللي احنا ممكن الشوط الثاني نجازف اللي احنا نطلع ونجيب جون في رادز ونخلص البطوله هناك في تونس. ده اللي الواحد على 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 مدار المباراه يعني اللي انا حسيته من خلال المباراه، اللي هو كان ممكن بدايه الشوط الثاني كان ممكن مستر كاري يحرر اللعيبه بتاع نص الملعب شويه مع الثلاثه اللي قدام في الحته الدفاعيه، يحررهم اللي هو يعملوا الواجبات الدفاعيه وكل حاجه، بس برضو نحاول نروح على الجون بتاعهم. هم يعني هم ماتش في تونس على ارضهم وفي وسط جمهورهم، ما فيش الا فرصه وحيده في الدقيقه الرابعه اللي هي كانت رودريجوز اللي هي البرازيلي اللي اتعمد كروس في وقت اللي معلول اصلا كمان كان واقع وكان بيغير، فغير كده ما فيش اي خطوره على مصطفى شوبير. واحنا برضو للدقيقه 61 تصويبه واحده بتاع امام عاشور في الدقيقه 61 وكنت تقدر يعني اللعيبه بصراحه هو كان شغال مستر كولر اللي عمله انا اول مره اشوفه على مدار بطوله افريقيا وبالذات في الادوار اللي هي الحاسمه اللي هو يعمل ضغط عالي يعني هو مذاكرهم كويس. انت لو لاحظت ما كانوش بيعرفوا يحضروا خالص، كان على طول تلاقي وسام وامام وتاو والشحات الاربعه على طول تلاقيهم في نص ملعبهم مش عارفين يحضروا اي كوره ولا عارفين يبنوا اي هجمه يعني. فعاوز اقول لك اللي ده كان مساعدنا امبارح في اللي ما كانش فيه خطوره علينا خالص يعني. شايف الترجي ازاي؟ يعني لما تيجي تقارن الترجي مش بالترجي قبل كده، لان عارف انه في اختلافات، وميجيل كاردوزو الحقيقه برضو مدير فني حتى وان كان الترجي مش بقيمه الترجي بتاع زمان بطل افريقيا، لكن ميجيل كاردوزو نجح معاه على المستوى التكتيكي الحقيقه انه يخليه فريق منضبط على كل المستويات. لكن لما تيجي تقيس كره الترجي، هل هو فريق خطر؟ هل هو فريق اقوى او يعني اعلى او اقل من فرق واجهها الاهلي في البطوله نفسها؟ يعني بكلمك مثلا على فريق زي مازيمبي في الدور قبل النهائي، زي سيمبا، زي يانج افريكانز في المجموعات، بتشوف كره الترجي فريق الترجي عامل ازاي ككوره يعني؟ هو بصراحه المدير الفني البرتغالي هو واقعي يعني بيلعب على قد امكانيات مجموعه اللعيبه اللي معاه، لعيبه تكتيكيا جوه الملعب بينفذوا كل اللي هو بيقول عليه، محترم النادي الاهلي عشان عارف النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي في اي وقت ممكن يكسب، ما عندوش فرق جوه الارض او بره الارض. ف عاوز اقول لك لا انا فنيا والمقابلات اللي الاهلي قابلها قبل كده زي سيمبا في قبل النهائي، لا انا شايف سيمبا من اقوى نص. مازيمبي قبل النهائي سيمبا مازيمبي هو اللي مازيمبي قبل النهائي، انا اسف مازيمبي اقوى من الترجي لا بكتير بكتير. يعني انا شايف احنا عملنا نتيجه ايجابيه هناك التعادل وكسبنا هنا ثلاثه، بس عاوز اقول لك مازيمبي من اقوى نص ملعب وخط هجوم انا شفتهم في البطوله كلها يعني. فاللي هو الترجي انا بقول لحضرتك هم طبعا عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين ان النادي الاهلي ما فيش فرق بين بيلعب داخل ارضه او خارج ارضه، احترموه جدا والراجل لعب على قد امكانيات الفرقه اللي معاه،
بس اللي انا شفته ان شاء الله في ماتش العوده انا شايف الموضوع هيتحسم وهيتحسم بدري كمان. يعني شايف انه الترجي فريق خطير، او ايه هي عناصر الخطوره في الترجي؟ يعني انا ما لفتش بصراحه نظري في الترجي لعيب يمكن ساس، هو بس رقم البرازيلي 10 رقم اساس 10 هو ده يعني، اللي يمكن حسيت انه واللي ساعده كده برضو انا بقول لحضرتك حاجه برضو يا احمد، يعني خروج علي معلول في بدايه المباراه ده اربك مستر كوره واربك جبهه كامله من اقوى الجبهات اللي في النادي الاهلي. يعني انت لو لاحظت هتلاقي امام عاشور، مش هو امام عاشور ولا حسين الشحات، هو حسين الشحات. الناس كلها طبعا بعد الماتش انا متابع كل اللي بيتكلموا وكده، هما بيتكلموا اللي تاو ما كانش في حالته وحسين ما كانش في حالته وامام، هو وسام بس اللي كان باين عليه اللي هو يعني فايق شويه، اكرم ما كانش في حالته. بس انا شايف اللي اثر على امام وحسين علي طبعا، عشان علي معلول من مفاتيح مستر كورو، مفاتيح النادي الاهلي على مدار الاربع خمس سنين الاخرى دول، وهو لعيب كوره، فلاعب كوره بيبقى اي جناح بيلعب عليه او اي باك بيدافع على الجناح اللي قدامه بيبقى عامل له حساب، عشان هو مش عارف هو هيعمل ايه، هيعمل 1 2 هيدخل جوه الملعب، هيعمل اوفر لاب، هيتحرك من غير كوره. فانا امبارح يعني اصابته ديت يعني اللي انا بسمعه طبعا اللي هو اكيلس والحاجات ديت يعني، لسه فيش حاجه مؤكده، يعني لسه انا اتمنى في كشف طبي، بس هو يعني خلينا نقول ان احتماليه غيابه، وده واحد من الحاجات اللي هنتناقش فيها النهارده عن ماتش العوده يعني كبيره. لا كبيره طبعا، وما دام اتقال كلمه اكيلس فالموضوع هيبقى صعب، وانا الاصابه دي اصلا جات لي يعني، فالموضوع بيبقى صعب جدا. فانا عاوز اقول لحضرتك اللي علي يعني بتمنى له اللي هو الشفاء، ان شاء الله باذن وان الله شاء يرجع الله احسن من يرجع الاول ان احسن شاء من الله. الاول، وان فاجئتك شاء الله. تغيير كريم، او فاجئتك اختيار كولر لكريم فؤاد؟ لا طبعا انا كان نفسي يبقى كريم الدبيس يبقى موجود، هو بره، كان بره كان القايمه بره يعني. القايمه خالص. هو طبعا الراجل عامل كل السيناريوهات، بس انا اتمنى كريم الدبيس ياخد فرصه. باك ليفت محترم، باك ليفت شبه النادي الاهلي، نفس امكانيات علي معلول. طبعا علي معلول بالخبرات الكبيره اللي هو فيها بقى وصل للمرحله اللي هو فيها دي، بس كريم لما هياخد وهيلعب يا احمد هيبقى كويس جدا. خامه وماشيه كويس. طبعا كريم فؤاد طبعا كلنا بنلتمس له العذر، طبعا الراجل ما بيلعبش على عدلته، بس هو بس كان لعبها في قبل انبي كده كان كتير، وفي انبي كان بيلعب في باك انبي كان رايت وباك بيلعب ليفت باك ليفت. عادي زي عمر كمال برضو، ايه جوكر، وأدى بشكل كويس، والدليل اللي هو اهم لعيب عندهم رقم 10 البرازيلي ما حسيناش بخطورته امبارح خالص، الا فاولين بس على ال 18، لكن ما كانش في اي خطوره من ناحيه تحس انه كريم. كان في اتفاق يعني في بدايه الحلقه النهارده، تحس انه في اتفاق انه الاثنين مديرين فنيين اتفقوا انه احنا مش تعال مهم نسجل، بس المهم ما نستقبلش يعني. يعني وكان ميجيل كاردوزو شايف، ودي بيني وبينك انا شايفها وجهه نظر برضو محترمه، انا اروح القاهره 0-0 وكاني كسبان 1-0. 50-50 لا مش 50-50، 50-50 لو انه النتيجه بين الفرقتين الكفتين متساوي، لكن الترجي جاي القاهره لو احرز يعني. بالظبط، ما هو رهانه على كده يعني، 0-0 لم يتغير من الوضع شيء. صح، الاهلي لازم يكسب، الترجي ممكن يكسب وممكن يتعادل ايجابي، تمام، فاهم قصدي؟ فاهم ايوه هي حسابات ميجي، انا بتكلم على ميجي على كاردوزو مجيل. دلوقتي، فيقول لك انا اطلع 0-0 كاني طالع من تونس 1-0 1-0 لو سجلت اي هدف في بالظبط القاهره كده، يبقى الاهلي محتاج يبقى يجيب الاهلي هدفين. يجيب هدفين وكده. بس انا عاوز اقول لك برضو امكانيات اللعيبه اللي انا شفتها، لا امكانيات فرقه النادي الاهلي وسكواد النادي الاهلي لا فرق شاسع يعني، هنا في القاهره مع وسط الجمهور، وما فيش حاجه بقى اللي هيبقى في الاول والحماس والكلام ده، والترجي هيبقى عاوز كده يعني. يعني برضو من الحاجات اللي انا سمعتها امبارح اللي مستر كولر هو حابب الطرفين يدافعوا كويس، حسين وتاو، امام الوحيد اللي يطلع مع وسام يضغط يعني. هو في اكتريه الوقت احمد كان بيلعب 4 4 1 1 يعني، تاو وحسين الشحات بيخشوا يضموا مع اكرم توفيق ومع مروان مروان عطيه وامام وامام، وفيهم وسام. كان على طول وسام. انت لو في التلفزيون اول ما الكاميرا تفتح كده اكتريه الوقت كده، ويوجهوا الكره في مكان معين ويضغطوا هم الاربعه عليها بيجيبوها. لكن في القاهره لا، الموضوع هيبقى مختلف مع الجمهور. انا حاسس اللي هو ممكن في لعيبه معينه ممكن يدخلها في القاهره، كان في التشكيل امبارح يعني بصراحه انا كان نفسي بسم الله الرحمن الرحيم
مين؟ ما تغييرات؟ رضا ما يبدأش وقفشة؟ كان لا كان نفسه يبدأ برضا يعني كان ما يبدأش بشيطان؟ ما يبدأش بحسين. ما يبدأش بحسين. حسين لعيب كورة في المساحات الصغيره بيقدر ياخد لك فاول، يقدر يعمل دريبل ويعدي يعمل لك ضربه جزاء. فانت المواضيع الكوره اللي انت توصل للمناطق اللي هي تقدر تعمل فيها فاولات او تعمل فيها ضربات جزاء بالتكتيك اللي هو كان بيلعب بيه امبارح، لا ما كانش، ما عندناش كثافه هجوميه اللي احنا نروح بامام وبمروان وبحسين وكان علي قبل ما يطلع ووسام، ما عندناش احنا الحته دي. عشان هو الراجل بادئ بسيستم اللعب اللي هو راجل هيدافع ويلعب على السرعات. انا كان نفسي رضا سليم هو اللي يبدا في تونس، كان هيفرق. حتى اما نزل امبارح انت يعني حسينا برضو بتحرك وعمل كام فاول، وهو نزول قفشه امبارح مع رضا لا حسينا انه المباراه كلها تحس ان احنا بنلعب في القاهره بالظبط كده، السيناريو بقى مختلف تماما عن طبعا. هي يعني هو منزل بقى قفشه في اخر ربع ساعه. في ناس بتسال كابتن رامي هو ليه البدايه ما تبقاش بقفشه وامام، يعني ليه دايما مستحيل قفشه وامام يبقوا موجودين مع بعض في الملعب؟ اللي عمله امبارح ده الطبيعي وده الصح يعني. مركز بمركز لاعب قفشه في مش بنقلل من امكانيات قفشه. قفشه بيلعب 10 طول عمره، فاللي هو يجي يغير من ويطور من ادائه. وهو كان لو انت تفتكر احمد كان الفتره قعد فتره قفشه ما بيلعبش، والناس بتسال قفشه ما بيلعبش ليه. هو الراجل كان طالب منه ادوار دفاعيه يعملها، عشان الراجل على طول بيلعب 4 3 3، بيلعب ب 6 و 2 8 بوكس تو بوكس. فهو ما بيلعبش ب 10، دي قليل جدا لما بيغير خطه يلعب باثنين وقدامهم واحد. فهو شايف قفشه حته، هو ربنا ما بيديش كل واحد كل حاجه تمام. عشان كده بنلعب 11 لعيب، مش هتلاقي اللي بيلعب 10 هتلاقيه بيدافع زي مثلا مروان عطيه، مش هتلاقي قفشه الحته الدفاعيه بتاعته زي مروان عطيه. هتلاقي برده امام بس فرقه زي الاهلي بتلعب على المكسب على طول، يعني انا كل ماتش ان كان المنافس وان كانت البطوله انا نازل بلعب على مكسب. ما تستحملش 6 و8 و10؟ احنا ياما لعبنا ب 6 و8 و10. لا عشان في ليفل، الليفل العالي اللي انت بتلعب بيه الليفل العالي ده لا بتبقى محتاج يعني محتاج اكرم ومروان. زي يعني مش في مصطلح كده يقول لك ايه، مسمارين كده على الدايره ما بيعدوش اي حاجه. وادي الحريه لامام، يعني امام امبارح جري كميه جري الناس ما حسيتش بيه، جري كتير جدا. جري كتير جدا ودافع. اكتر اتنين جريوا في الاهلي امبارح يمكن وسام وامام. ليه؟ عشان هم دول اللي نجحوا التكتيك اللي الراجل كان حاطه. وسام وامام بيضغطوا على الاثنين المساكين وبيضغطوا على الديفندر الافريقي السته. امنع التحضير. ما ينفعش يدور الكره عليه. فعلى طول تلاقي شفتات بينهم هما الاثنين. لما امام يروح على على المساك هتلاقي وسام على طول اللعب على رقم سته اللي هو بيلعب سته الديفندر بتاعهم الافريقي. تقولي اعتقد اسمه روجر او روجير. فانا عاوز اقول لك لا انا بقى شايف في القاهره لا قفشه لازم يبقى موجود. يعني بص بقى يعني السيناريو هيفرق ليه قفشه في ماتش زي رادس. قبل ما تكلمني عن الاهلي في القاهره عايزك تكلمني عن الترجي في القاهره، يعني الفرق اللي انت شفتها امبارح واللي على ملعبها زي ما انت بدات كلامك قلت ما مثلتش خطوره، يعني باستثناء الكوره اللي راحوا فيها على شوبير وكان فيها الاهلي بيلعب ناقص وراحت من نفس الناحيه اللي علي معلول كان ساعتها بره الملعب، ما شفناش الترجي طول ال 90 دقيقه. يعني مش هو ده الترجي لا في الكرات الثابته ولا في التحولات ولا في المرتدات ولا في الاستحواذ. يمكن اغلب الكور اعتمد فيها كادوزو على اللونج باس، وغالبا غالبا وكان ان احنا اللي بناخدها بمنتهى السهوله، يعني نصيب المدافعين يا شوبير بيطلع وياخدها. يعني لما تكون على ارضك وسط جمهورك بتلعب بالطريقه دي ازاي ممكن تفكر انك وانت ما عندكش حلول غير انك انت تسجل في الاهلي؟ تسجل لازم تسجل. ممكن تلعب ازاي في القاهره؟ مش هيعمل ولا هيغير اي حاجه. ليه؟ عشان انا تابعته بقول لك يا احمد في ماتش سان داونز في رادس وسان داونز في جنوب افريقيا، هو السيستم على ارضه، حتى هو بيلعب على ارضه. في ناس كتير بس يعني انا باكد على المعلومه دي كل ما بتيجي سيره ماتش سان داونز، في ناس كتير ما شافتش ماتشين الترجي مع سان داونز، فلما بتيجي تقول لهم يا جماعه الترجي كسب سان داونز ذهابا ايابا، كسب في رادس وكسب في بريتوريا، يقول لك ايه ده؟ الترجي طلع سان داونز وكسبه ده لكن اللي شاف الماتشين لا عارف انه سان داونز ركب ال 180 كل دقيقه ومضيع تقريبا 10 تجوان. ما يدعوش لا ده في يعني عاوز اقول لك كور جوه الستة يارده
والجون يلاقيها بتخبط في ايده والمساك بيعمل تاكلينج تلاقيها خبطت فيه غلط وطلعت. فانا بقول لك لا، انا اتفرجت على المباراتين، هو السيستم واحد، الراجل ما انا بقول لك الراجل واقعي وعارف القماشه اللي معاه وعارف امكانيات اللعيبه اللي معاه، فبيلعب على قد الامكانيات. والدليل على كلامي ده اللي هو امبارح بيحترم النادي الاهلي وهو في رادس، يعني هو مش هيجي بقى القاهره هيشيلوا بقى القناع بتاع رادس ويلبسوا قناع تاني في القاهره، هم اللعيبه وهي امكانيات اللعيبه، فمش هتلاقي اختلاف، بل هيلاقي ضغط اكتر ومستر كوره اكيد هيجازف اكتر، يعني هيجازف احنا على ملعبنا وفي وسط جمهورنا وعاوزين نحسم البطوله وسهل تلعب. هو مش هو بقى الفرق بقى بين رادس والقاهره اللي هو هيبقى فيه تكدس دفاعي ليهم وهيلعب على الكونتر اتاك زي ما كولر كان بيعمل في رادس، يعني ده اللي هيبقى في طريقه اللعب هتختلف، بس طريقه اللعب في رادس كان الراجل من السرعات اللي تقلقك في فرقه الترجي هو البرازيلي اللي هو بيلعب جناح يمين، وحتى ده الوينج اليمين بتاعهم، وده هيبقى صداع في راس مارسيل كولر في غياب علي معلول، في غياب علي معلول، عشان كده بقول لك كريم ليه يا احمد، عشان انت لو هاجمت من ناحيته هيتعب، هيبقى مجبر هو كطرف لازم ينزل مع الباك، فعلي معلول الميزه بتاعته هو كورته هجوميه على طول، فاي جناح بيلعب عليه بيتعب. ليه؟ بيضطر ينزل يدافع معاه، مع كل واحد عليه واجبات هجوميه واجبات دفاعيه، فلازم الجناح اللي بيلعب ناحيه علي معلول وعلي معلول معاه الكوره لازم يدافع على علي معلول، فعلي معلول كان بيوصل للخط بتاع الخصم ويعمل كروس، يعمل 1 2 يدخل على امام عاشور وامام عاشور يطلع مع حسين الشحات، فكان اي جناح بيلعب على علي بيتعب، فما ما بتحسش بخطوره من ناحيه علي. فانا اتمنى ان كريم الدبيس يعني ياخد فرصته في النهائي، وممكن يبقى ده مفاجاه النادي الاهلي ان شاء الله في النهائي. لو شايف الاهلي هجوميا هيتعامل مع، والاهلي اعتقد انه يعني بيتهيألي 1-0 لا يكفي طبعا، صح ولا طبعًا. يعني طبعًا. يعني بفتكر دايما ماتش مازيمبي انه حتى وانت بتقدم 1-0 خلاص انت تأهلت، لكن في النهايه انت قاعد على اعصابك باقي عمر المباراه ومش في حمل مفاجاه تبقى بايخه. بيتهيألي كمان انه المفاجاه لما بتيجي في توقيت صعب او بتيجي في توقيت متاخر بتخلي رجوعك مره تانية تبقى الموضوع صعب، بيبقى صعب شويه، فبيتهيألي انك محتاج تسجل هدفين. واذا كنت بتراهن على انه كاردوزو هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها قدام سان داونز ويعتمد على انه هيبقى دفاعيا اكتر، انا بتكلم على بريتوريا، سان داونز بريتوريا، شايف الطريقه الاسهل لوصول لمرمى امان الله مميش ازاي؟ يعني امبارح مثلا كنت شايف انه الاهلي باستثناء تسديده امام في الدقيقه 61 وتسديده وفي كان في واحده لحسين كده ما كانتش قريبه قوي، بس يعني اللي يعني راحت مرتين ورجعت دي، بس هي اقرب واحده كانت بتاع امام، كان ممكن سلاح الاهلي يستخدمه امبارح كتير جدا وللاسف ما لجأناش ليه. هل العرضيات تقريبا كل العرضيات اتلعبت نادي الاهلي كانت من نصيب دفاع الترجي امبارح. الطريقه الامثل من وجهه نظرك، يعني لو بتفكر انك تلعب جيم هجومي فعلا وتبادر بالتسجيل وتسجل هدف واثنين تطمن بيه نفسك وتطمن بيه جماهيرك، ايه الطريقه الامثل لاختراق دفاع الترجي؟ انا شايف هيلعب بنفس الطريقه، بس ممكن على الدايره يلعب اكرم، يطلع اكرم ويلعب قفشه. ليه؟ هو محتاج حد يمسك الكوره ومحتاج حد يعمل باصات في وسط من بين الخطوط لحسين، يطلع اكرم ويلعب قفشه، ويلعب قفشه جنب مروان، يبقى مروان وامام وقفشه، مروان وامام وقفشه الثلاثه على الدايره عادي. يبقى امام برضه عنده الحته الدفاعيه كويسه، انا عارف طبعا. امام لعيب بوكس تو بوكس، يعني سيبك من امكانياته الهجوميه، لكن انا بشوفه لعيب، هو لعيب نص ملعب متكامل متكامل. يعني مثلا ما كنا بنتكلم على مروان من اللعيبه اللي على الدايره المتكامله، بس عاوز يزود حته الشوتنج على الهجوميه والشوتنج على الجون، وبيعملها ساعات لما بياخد حريه ويلاقي الماتش سهل بيروح ويصاب على الجون وكده. اللي انا بقول لك عليه يعني قفشه وامام، ويبقى من تحتهم مروان، ويبقى في شيفت بين قفشه وبين بيرسي تاو في الحته الدفاعيه، يعني يكملوا بعض، عشان قفشه يقدر ياخد الكره من هاني او ياخدها من مروان عطيه. هاني ومعلول امبارح لغايه قبل ما يطلعوا، بمناسبه يعني ذكرك لهاني، كنت ملاحظ انه ادوارهم الهجوميه، وطبعا دي اكيد تعليمات من كولر مش تفصيل من اللعيب، لانه في اوقات كثيره جدا بنقول او وبيرسي تاو سحب الفرقه او حسين سحب الفرقه
يا جماعه حد يسند، حد يطلع، مش لاقي يعني. بس كان واضح ان في تعليمات من كولر انه الاثنين ما يزيدوش خالص. يعني غير كده احمد، انت لو لاحظت شوف حسين وبيرسي تاو في مواقف كتير في اللعب، يعني لما يكون مثلا اللعب ناحيه هاني وبيرسي تاو، انت بتلاقي حسين الشحات باك ليفت، بتلاقي حسين الشحات باك ليفت بالظبط واقف على ال 18 مع منعم ومع رامي ومع هاني، ويبقى قدام مروان عطيه وبيرسي تاو هو اللي بيقابل، والعكس لما يكون لعب من ناحيه حسين الشحات بتلاقي بيرسي تاو بقى باك رايت. فديت بقول لك طريقه لعب الراجل هو محفظهم، وانا بقول لك لما يخلي الطرفين بتوعنا لحسين وبيرسي تاو الادوار الدفاعيه اهم من الهجوميه. فانت ما تستناش بقى من علي معلول قبل ما يطلع او محمد هاني زي ما انت بتقوله، زي ما الناس اكيد كانت بتقول لك اما الكره تبقى في رجل بيرسي تاو مش لاقي حد يلعب معاه ومفيش تكمله من هاني. هو الراجل طالب منهم كده، واكيد في القاهره لا هيبقى الموضوع مختلف تماما يعني. احترام كان زياده عن اللزوم من الاثنين مديرين فنيين لبعض. يعني لما تتكلم على جيم كوره بقى بصرف النظر عن انت بتتكلم على اثنين من كبار القاره، ترجي يبقى طبعاً. وان كان بعيد عن منصات التتويج بقاله سنين، لكن هو بالتاكيد واحد من اكبر انديه افريقيا. لكن لقاء نهائي دوري ابطال الكوره اللي فيه كده بالشكل ده، ما اعتقد انه طبيعي كانت مفاجاه برضه. طبيعي اللي مستر كوري يحترم الراجل على ارضه في وسط جمهوره وفرقه بتلعب نهائي حتى لو كانت فنيا اقل من النادي الاهلي بكتير. لكن اللي ما كانش طبيعي الترجي، يعني اللي ما كانش طبيعي اللي انا اتصدمت في اداء الترجي، او هي دي امكانيات الترجي يعني. انا ما اتصدمتش عشان انا بقول لك اتفرجت على ماتش سان داونز ذهاب وعوده، فهم امكانيات الفرقه لا بعيد جدا عن النادي الاهلي، بس انت برضو في وسط جمهورك لازم يبقى عندك شراسه شويه يعني. لكن احنا امبارح اقصى حاجه كانوا بيعملوها اللونج باص على رودريجو اللي هو البرازيلي وياخدوا الكره الثانيه، و80% ما كانوش بياخدوها، عشان كده كان النادي الاهلي مستحوذ على نص الملعب. الكره الثانيه على طول كانت بتتاخد من مروان عطيه او امام عاشور او اكرم توفيق. فمستر كول اللي هو يحترمه في ملعبه وفي وسط جمهوره ده طبيعي، ده انت بتلعب ماتش نهائي يعني. ما ينفعش اللي هل انت هل لو اختلفت تغييرات كولر او توقيتات التغييرات دي كانت ممكن شوية تاثر على النتيجه؟ لو هو غير سيستم اللعب اللي هو حاطه من بدايه المباراه، لو هو تكتيكيا عاوز يغير، لما هو المفروض شاف فرقه الترجي عامله ازاي. وتغييرات الراجل البرازيلي ريحنا اكتر، البرتغالي ريحنا اكتر بخروج البرازيلي رقم 10، هو الوحيد اللي كان مزعج اللي هو مزعج شويه على كريم فؤاد. بعد ما هو غيره لازم انا بقى اطمع، حتى في الاستوديوهات التحليليه التوانسه يعني في اغلب بعد اللقاء ايوه صح بعد المباراه يعني اخذوا على كاردوزو انه خرج يانساس، لانه تقريبا الترجي من بعدها ما بقاش ما فيش خلاص. الاهلي بقى وبعد تغيير قفشه تحس ان احنا بنلعب في القاهره ما بنلعبش في رادس، احنا اللي مستحوذين وهم اللي بيدافعوا علينا وهم واقفين تحت الكوره. فانا بقول لك هو ممكن بالتغييرات لو هو كان غير البلان اللي هو رسمه للنهائي كان ممكن يطمع في المباراة آخر ربع ساعة ويحرز هدف في رادس. مين من اللعيبة اللي ممكن تبقى تغييرة مفاجأة من وجهة نظرك في تشكيلة القاهرة تحدث الفارق؟ يعني هل يراهن كولر؟ سيبك من تغييرة علي معلول، هجيلها كمان شوية، لأنه في أكتر من سيناريو أنا سمعته يهمني أسمع رأيك فيهم. لكن هل في أسماء ممكن تكون مفاجأة بالنسبة يعني رهان كولر على التشكيله اللي لعبت؟ اعتقد انه كان كتاب مفتوح لميجيل كاردوزو. أيوة. هل ممكن يفاجئ كولر الترجي باسماء مختلفه او يغير في التشكيله بتاعت ماتش السبت اللي جاي كولر؟ انا شايف اللي ممكن يدخل على التشكيل بعيد عن معلول زي ما انت بتقول، ودي اصابه وهنتكلم فيها، انا شايف اللي هو ممكن يدي قفشه على الدايره، هو ومروان وامام، الثلاثه يبقوا على الدايره. انت عاوز كثافه هجوميه اكتر، عاوز حد يبقى ماسك الكوره، عاوز حد يلعب بين الخطوط. حسين الشحات لما يدخل جوه الملعب بيلاقي حد بيلعب معاه كوره يبقى من ناحيته امام، بيرسي تاو لما يدخل جوه الملعب يلاقي من ناحيته قفشه يقدر يلعب معاه كوره. الحاجات دي كلها اللي بيقدر يعملها واللي شفناه امبارح وفي رادس قفشه لما نزل تحس اللي هو الدينامو بتاع الدايره، هو بقى هو اللي متحكم في تيمبو المباراه، يعلي اللعب يسرع اللعب امتى، يهديه امتى، الكره في رجله ما بتتقطعش، مركز. ما دي بقى اللي بيفرق، اللعيب قاعد على الدكه لعب ربع ساعه، لعب 10 دقائق، لعب دقيقه، هو نازل مركز هيعمل الدور اللي الراجل قال عليه. فانا شايف في وسط الجمهور وعلى ارضنا ونهائي وخلاص هو ده الشوط الثاني وعاوزين نكسب
وان شاء الله ان شاء الله في اول ربع ساعه وثلث ساعه لازم نحرز هدف، وبعد كده سيناريو المباراه يبقى سهل، يبقى وجود قفشه هيفرق معانا في الـ في الـ في الثلث او الربع الاخير من الشوط الثاني، واللي استحوذ فيه الاهلي تقريبا على او سيطر الاهلي على مجريات اللقاء. كان في اختراقات من الناحيه الشمال يمكن اكتر من الناحيه اليمين، استشفيت او قريت مناطق الضعف في فرقه الترجي، يعني في كورتين حتى يمكن من جوه منطقه الجزاء، واحده للشحات واحده لوسام، كان ممكن جدا جدا لولا بسالة دفاع الترجي الحقيقه كان ممكن جدا يترجموا الاجوال. لكن هل تقدر تقول انه الجبهه اليمين عندهم في نواحي الدفاعيه اضعف، الجبهه الشمال اضعف، يعني في التلت ده لو كنت بتقرا الطريقه اللي الاهلي ممكن يراهن عليها في القاهره؟ طبعا عندهم الباك رايت، عندهم بن علي في اليمين وبن حميده في الشمال. ايوه لا بن علي يعني بن علي اعتقد اتغير بعد اتغير معايا من التغييرات اللي هي حتى ساعدت الاهلي. ايوه في الاستوديو حتى اما الناس كلمت اللي هو غير وغيروا ليه برضو من كان، فهو ناحيه اليمين عندهم من اضعف الجبهات اللي عندهم، وقلب الدفاع الاثنين مساكين مع ناحيه وتجار. مع ناحيه اليمين دول بصراحه من اضعف الخطوط اللي عندهم. بس للاسف برضو هنقول قدر الله ما شاء فعل، يعني اصابه علي معلول بدري ديت انا كنت حاسس ان ممكن في وجود علي معلول سيستم وتكتيك الراجل كله مستر كرار يتغير، اللي هو ما علي معلول بخبراته دي كلها لما يلاقي الناحيه اللي ناحيته ضعيفه وعاوز يهاجم هيهاجم، يعني هيهاجم دي خبرات لعيب يعني. بس ان شاء الله يعني هنا في القاهره حسين الشحات، انا بقول لك مش هتلاقي حسين شحات تاني خالص، عشان هو بقول لك في الحته استحواذ على الكوره والدريبل والواحد على واحد ويدخل جوه ال 18 ويلعب. انت لعبت مع شمال افريقيا قبل كده؟ اه القصه مع فرق شمال افريقيا مش تبقى كوره بس، ويمكن ده انا برضو كنت يعني قلت في واحده من ملاحظاتي، حسيت انه اللعيبه بتاعه الترجي نجحت انها تخرج لعيبه الاهلي شويه او بعض لعيبه الاهلي من تركيزها، يعني شفت لعيبه منفعله، شفت لعيبه مشدوده، شفت لعيبه اعصابها خانتها في بعض اللقطات، وده معناه ان هم نجحوا في استفزاز او انه يخرجك من تركيزك، مش هقول استفزاز لكنه يخرجك من تركيزك. دي حاجه من الحاجات اللي لازم برضو نعمل حساباتها كويس جدا، لانها امبارح برضو بدون ذكر اسماء كانت ممكن تكلفنا كتير. طبعا بس انا عاوز اقول لك برضو هما بيعملوا اسلوبهم وطريقتهم ديت في حاله ما يبقوا كسبانين بس. طول ما هما خسرانين او الموضوع لازم يجيبوا جون، لا مش هتلاقيهم كده. يعني هو امبارح على ارضه انا شايف ما يعني على في مجمل المباراه مفيش الا موقف او موقفين مع عبد المنعم واحده ومع امام عاشور واحده، يعني استفزاز والتحام قوي وبيخش ما يعني الدخلات والاشتراكات بينهم وبين بعض، لا هم كانوا بيخشوا بعنف والكلام ده، بس اللعب بتاع زمان بقى واللي هو يستفزك بالكلام او يعمل لك حركه او يبقى كسبان يقع من غير اي حاجه او انت تبرق له تلاقيه مسك وشه ووقع على الارض، الحاجات ديت فعلا كانوا بيعملوها على طول زمان. بس لا هو حسب نتيجه المباراه، نتيجه المباراه في صالحهم لا كل اللي انت بتقول عليه احمد ده هتلاقيه. طول ما النتيجه لا مش في صالحهم لا هتلاقيهم بيلعبوا جيم كويس وجيم بروفيشنال. يعني 0-0 مع بدايه المباراه اللي جايه، الضغط على مين اكتر؟ هيبقى الضغط على النادي الاهلي طبعا، على الاهلي طبعا. الضغط اللي انا عاوز اخلص عاوز ارتاح، يعني برضو انت لما تجيب جون في اول ربع ساعه او ثلث ساعه هم هتلخبط لهم كل اللي هم جايين، هم هيبقوا جايين هيقفوا تحت الكوره هيدافعوا كويس جدا، وعلى اي غلط النادي الاهلي هيعمله مش هم اللي يخلقوا فرص، هم امكانياتهم اللي الواحد شافها امبارح يلعب على غلطه، يلعب على كره ثابته، يلعب على غلطه، على فاول، على كورنر، على كونتر اتاك، لكن انت اللي هتخلق لهم الفرص دي. طول ما هي 0-0 هتدخلهم معاك في الجيم وهياخدوا ثقه اكتر والموضوع هيبقى بالنسبه لهم، بس مش برضو بعد ما الوقت بيعدي وهي 0-0 هم مش هيهاجموك برضو، هيقفوا تحت الكوره وهيبقوا مستنيين اي غلطه اي 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 نطلع بالكره يبقى في ثقه زايده من الاثنين المساكين بتوعنا يتعمل اي كونتر اتاك، هو هيبقى مركز في الحاجات دي. يعني رغم انه ما لمس الكره كتير ورغم انه الاهلي عموما ما وصلش كتير، لكن كتير من يعني الاراء اللي سمعتها وجهات النظر اشادت بوسام ابو علي امبارح، شايف في الدور اللي قام بيه وسام ازاي، وتقييمك ليه في الماتش ده؟ لا طبعا وسام، واكمل على السؤال كمان، وهل اجاد كولر استخدام
امكانيات وسام ابو علي بشكل كامل في الماتش ولا لا؟ اه طبعا، يعني انا قلت لك احمد وسام ربنا كرمنا فيه بعد معاناه على مدار، انا بقول على مدار العشر سنين الاخيره دي، ما جاش راس حربه فايتر زي وسام قوي سريع. يعني انت امبارح طلعت من الحسابات ازارو ايفونا مثلا، ازارو لعيب كويس بس سريع، ايفونا سريع، يعني ازارو سريع وفي ما لعب شويه اكتر وخد خبره بقى يعرف يجيب جول. واحنا كل خطوط الدوري المصري، ودي حاجه بنعانيها احنا كمنتخب، حتى حته البطء في الحته الدفاعيه، عشان كده تلاقي منعم في حته والناس كلها في حته. يعني امكانيات عبد المنعم غير اللي هو امكانياته كبيره جدا، لكن هو مساك سريع جدا، فالمساك السريع ده بيبقى مميز في اي في اي مكان في اوروبا او اي مكان في افريقيا او في اسيا. فانا بقول لك ازارو ايفونا امكانيات لعيبه سريعه، فمع خط الظهر ايفونا كان هجام برضو، وازارو بصراحه يعني ازارو يمكن كورته ازارو بقول لك مع كتر اللعب مع النادي الاهلي لا اتطور كتير. لكن وسام جاي تحس اللي هو راس حربه، راس حربه جاي من اوروبا فعلا، وراس حربه متكامل بيلعب بدماغه، مفيش كره مشتركه لما بياخدها. يعني ماتش زي امبارح ده في واحده معاه كده قطم بيها كانت شبه انفراد، لو مشت ما جاش المساك الثاني حطها كان. فانا بقول لك هو الجون الثاني اللي جابه في قبل النهائي علي معلول لما عمل له الكروس ده صحيح، وهو في الهواء يحط بطن رجله بالطريقه ديت، جبنا له جون بعدها تاني يوم على طول هنا بره ريفالدو ورونالدو نفس الكره دي في كاس عالم ضد تركيا كوبي بيست، نفس الجون بالظبط ونفس التفنيشه بالظبط، اللي هو يتعمل كروس والكره تعمل باند وهو يقابلها. هو كروس عالمي مبدئيا طبعا، يعني كروس لا وهو معلول. لا بس انت بص يا احمد بقى، قبل ما يعمل الكروس شوف هو بيشاور لعلي معلول اللي هو يعني هجري هنا وحطها لي هنا. طبعا امكانيات علي اللي هو باك، ما ممكن راس حربه اشاور للباك يحطها لك هنا ولا هي في المقصوره، بس اللي هو يتحرك ويشاور له كده يبقى واحد مجهز وعارف هو هيروح يعمل ايه. كل الباكات الشمال بتوع الاهلي بصراحه طبعا جيلبرتو جيلبرتو وعماره وعبد الوهاب وهاب وسيد معوض وسيد معوض طبعا، وكان قبلهم احمد سمير قعد شويه كده برده كويس والحلواني. فانا بقول لك لا وسام امبارح راجل بيضغط على الاثنين مساكين ما خلهمش يعملوا اي حاجه. الكره بتطلع. السؤال، هل شايف ان طريقه لعب الاهلي قدرت تستغل امكانيات وسام ابو علي بنسبه كبيره؟ لا لسه. ولا انت استغلته دفاعيا في افساد البنى الهجمه يعني كان دوره الدفاعي اكثر من الادوار المطلوبه منه هجوميه؟ طبعا، عشان طريقه اللعب اللي الراجل عاوزها، عاوزه يدافع قبل ما يهاجم، يعني حته الدفاع عنده الاثنين مساكين ما يحضروش، لما امام يطلع يضغط معاك تنزل انت على الديفندر. لا هو طريقه دفاعيه بحته، هو الراجل ما كانش طالب منه امبارح، ولما الكره تجيلك بقى والكره تبقى في استحواذ النادي الاهلي لا العب بقى لعبك العادي، لكن اهم حاجه عندي اللي انت تدافع كويس. لكن هنا في القاهره لا، القاهره لا هيطلع كل امكانياته، وهتلاقي في كروس من اليمين هاني، وهتلاقي من الشمال من اللي هيلعب باك ليفت. يعني هل كان الاهلي محتاج لتغييرات تانية، او شفت انه في توقيت معين كان ممكن الاهلي يستفيد بتغييرات تانية؟ لا انا شايف الراجل تغييراته كلها واقعيه. امبارح امام عمل مجهود بدني خرافي امبارح، فكان لازم يطلع عشان لا قدر الله ما يحصلش اي اصابه. طلع بيرستاو ونزل رضا سليم، ده تغيير منطقي. فالتغييرات كلها كهربا ما كانش ياخد امبارح، انا شايف في رتم المباراه في الاخر كان ممكن ياخد. يعني في الاخر لو الراجل عاوز يديله شويه كان ممكن ياخد، لكن كرتم المباراه من الاول انا قلت لك قبل كده كهربا برضو، يعني هو طبعا بروفايل مختلف شويه عن وسام، لكن خبراته في البطوله والدوافع كمان عنده كبيره جدا. يعني بس حتى لو خد جزء بسيط كان ممكن يبقى في الحته اللي هو يقدر احمد يدافع على الاثنين المساكين، والكره وهي بتتدور ينزل هو على الديفندر. لا عاوزه هو ما كانش اساسا الترجي في الوقت ده، لا كان خلاص، ما انا بقول لك هي بقى خلاص الوقت اللي قفشه نزل فيه، لا كان ممكن يدي الكهرباء شويه. بس برضو ما تعرفش، يمكن هو الراجل برضو سايبه هنا يبقى
تغييره ليه وورقه رابحه ليه ونبقى كسبانين ينزل يزود الاهداف اكتر. فممكن الراجل بيفكر برضه، هو بيفكر يعني قسم البلان بتاعه على جزئين، أيوة. جزء في رادس وجزء في القاهره. فدي بتبقى حاجات بتبقى بتاع المدير الفني يعني. جمهور الاهلي يصنع الفارق في مباراه السبت. اه طبعا، هو امبارح يعني، انا امبارح بصراحه يا احمد اجمل لقطه امبارح في المباراه كلها البانر اللي تيفو جمهور بتاع الترجي، اللي جمهور الترجي عمله لغزه. اديته انت بصراحه حاجه كبيره بصراحه النهارده. بصراحه اللي عملوه ده احسن حاجه في المباراه. هو الجمهور طب له من قبل الماتش ما يبدا لغايه لما الماتش خلص صح بصراحه، صح يعني انا يعني اديت تحيه تقدير واحترام لجمهور كل الترجي كبيره الناس، جدا النهارده. في الوطن العربي كله، مباراة نهائية مفيش كلام هتتكلم عليها، لكن كل الكلام كان على احنا اهو في وقت ومباراة وكورة وبنلعب وبنتبسط، ما بننساش. مش ناسين برضو اخواتنا في غزة واللي بيحصل وكده. فدي حاجة طبعا بنشكرهم عليها، وده طبيعي على طول من في تونس وفي كل مكان. لا وبيتهيألي انا من المرات النادرة كمان يعني حتى بعد المباراة، انت عارف طبعا في منافسة بين الاهلي والترجي وفي منافسة بين مصر وتونس، اتنين طبعا من اكبر الدول كرويا في افريقيا، لكن لقطة دايما كنت بشوفها في الملاعب الاوروبية ودايما اقول هو احنا ليه ما نشوفش كده في ملاعبنا، انه في مباراة فاينل، مباراة بطولة كبيرة جدا، والترجي بقى له كتير ما حققش اللقب، فكونه كمان بعد المباراة ما تنتهي يقف يحيي لعيبة النادي الاهلي، ده مشهد برضو الحقيقة ولاعيبه الاهلي محترم حقيقي، جدا. هي لاعيبه الاهلي برضو الموقف اللي عملوه ده حاجه وسام لكل لعيب، اللي هم بيحترموا الناس اللي حاسه باللي حاصل في غزه، واللعيبه كلها يروحوا لهم ويحيوهم. فده ده كله العالم كله كده يا احمد يعني. الواحد بيتفرج على ماتشات اوروبا بيبقى مثلا نهائي، وتلاقي بعد المباراه عادي الجمهور بتاع الخصم بيحيي الجمهور بتاع الفرقه اللي كانت ضدهم. فالكرة، مش خناقة، طبعا متفق معاك، الكرة بس هي لكن المنافسة والضغوط بتأثر. المنافسة. انت لعبت في الاهلي وعارف يعني ايه أول ما الحكم يصفر هي دي المنافسة، بعد ما الحكم يصفر احنا اخوات يعني. يعني أنا شايف الرياضة، أصل الرياضة دي رياضة، مش خناقة يعني. أنا الكلام بقول لك ده كان زمان، دلوقتي مع السوشيال السوشيال ميديا ميديا والحاجات لا اللي طبعا. لا الموضوع في ناس بقى بتستغل ال 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 الطبيعي ما اه بقاش طبيعي بالظبط يعني، كده، في بيستغل ناس بتكسب من ورا ده، ايوه صح بتكسب ماليا واقتصاديا وبتكسب سياسيا، يعني فكره انك انت تحول المشاعر بين متنافسين، مفترض يعني ان الرياضه اطار منافسه شريفه، طبعا لمشاعر كراهيه واحتقان، ده بيصب في مصالح ناس طبعا كتيره جدا، او انك انت تحولها لمكسب وفلوس وترند ومشاهدات، صح. برضه دي مصلحه بيزنس كبير جدا. هي برضو ديت حاجة لازم نتكلم عليها، ولازم كل الإعلام وكل الناس اللي صوتهم مسموع وبيتشافوا لازم يتكلموا ان الرياضة مش خناقة، الرياضة هي منافسة شريفة، اللي بيكسب بنقول له مبروك، واللي بيخسر بنقول له هارد راك، وبعد المباراة بنبقى اخوات واصحاب ومفيش اي حاجة. المشكلة كابتن رامي انه انت لما بتتكلم على وسائل الاعلام المتعارف عليها، جريدة الكترونية، برنامج تلفزيوني، صحيفة رياضية، انت عارف انت بتتكلم مين، ايوه لكن في السوشيال ميديا كله مستخبي ورا الستارة، فانت مش عارف اللي بيكلمك ده ده مين، صح معاك ولا عليك، صح من جواك ومن وسط صح اهلك وناسك، ولا جاي من بره، يعني انت مش صح عارف انت بتتكلم مع مين. والناس صح النهارده 90% من الناس في اي وقت، بص امشي وانت ماشي كده في وسائل المواصلات كله وانت ماسك الموبايل، شايف مثلا قعده اصحاب، وانت هتلاقي كل الناس ماسك الموبايل صح. ماسكه الموبايلات. هرجع تاني لدور الجمهور في الماتش اللي جاي، وانت لعبت طبعا اكيد يعني ماتشات مهمه، خليني بس قبل ما اتكلم على دور الجمهور، هل بيبقى فيه مساحه في ماتش زي مباراه نهائي ومباراه نهائي، انا مش بكلمك عن، انا بكلمك على ماتش السبت الجاي مباراه فاصله هتحدد مصير اللقب، يعني دي في اريحيه شويه عند الفرقتين انه في فرصه نعوض، صح صح؟ فانت يعني مش البحر من امامكم والعدو من ايوه خلفكم، فنسبه الضغط والتوتر الى حد ما اقل، مش هتكون زي ماتش السبت اللي جاي. اي دقيقه بتعدي ما بترجعش. هل في لعيبه ممكن تتأثر بالضغوط دي، فكرة انك انت بتلعب مباراة حاسمة على لقب مهم في بطولة هي الأكبر على مدار الموسم، على أرضك وسط جمهورك، فتلاقي ومطلوب منك جهاز فني كمان ليه متطلبات، فتلاقي انه
اللعيبه ما بيطلعش 100% من عنده، في كواليتي بس ما فيش مردود، في امكانيات بس ما فيش انتاج. والله يا احمد، لا انا شايف الجيل اللي موجود دلوقتي بالخمس سنين اللي فاتوا دول والليفل العالي اللي بيلعبوا فيه وضغط الجمهور، لا الجمهور بيبقى حافز والجمهور بيدي باور للاعيب اكتر. اللعيبه دي كلها كانت مشتاقه للاستاد كله يتملي، وده حصل المباراه اللي فاتت وهيحصل في النهائي برضو ان شاء الله الله الاستاد يبقى مليان، ان شاء الله 70,000 60 ولا 80,000 فان شاء الله يبقوا مليانين الاستاد. وانت شفت يعني والاستاد مليان، وبعد ما الجون اللي دخل فينا واتحسبت لمسه يد، الملعب هو الطبيعي في الكوره كده، بعد ما بتبقاش المدير الفني بقى واقف على الخط بينادي للي قدامه مثلا زي علي معلول مش سامعه من صوت الجمهور، اول ما بيحصل اي حاجه في العالم كله بتلاقي الجمهور سكت بعد ما الفار ثانيتين. بعد ما الفار خلاص. لا بس الجمهور الاهلي ما سكتش، هو الجمهور الاهلي يعني خد صدمه الكره وهي داخله جول، لكن بعدها كان لا باور تشجيع غير طبيعي، غير طبيعي. فانا بقول لك لا الجمهور بيدي دافع وبيدي حافز للاعيب بطريقه وخلاص، واللعيبه اللي موجوده دي كلها خلاص خدت على الجمهور، مش مفيش رهبه مفيش خوف مفيش ضغط، وهم عارفين الجمهور الاهلي في ظهرهم على طول، وهو اللعيب رقم واحد وهو اللي بيديهم الباور، وهم مكسورين هو اللي بيبقى في ظهرهم، فالحاجات دي كلها لا هيساعدهم طبعا يوم السبت ان شاء الله. مارسيل كولر شايف ازاي مشواره مع الاهلي؟ انت بتتكلم على سلسله لا هزيمه في دوري الابطال، 21 مباراه بالجيم بتاع امبارح، وعلى بعد من انه يحقق باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نتمناها كده اللقب الثاني ليه على التوالي في دوري الابطال ال 12 للاهلي ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله. طبعا لا الراجل الارقام هي اللي بتتكلم يا احمد عليه، وراجل متزن، والوقت اللي كان حاصل دروب تختلف معاه في حاجات، يعني اي مدير فني ما حدش بيتفق عليه يا احمد يعني 100%. خالص، لا مفيش حد بيتفق عليه، بس هو المسؤول وهو اللي طبعا هو الادرى، هو اللي بيدير، وهو اللي كل يوم اللعيب قدامه، وهو اللي صح كل يوم اللعيب اللي بيدربه، وهو فاحنا عارف انت لما تبقى عامل حفله والحفله دي بقى لهم شهر بيجهزوا فيها، وانت جيت بصيت بس على الاخر، لكن هو الراجل ده كل يوم مع الفرقه وكل يوم عارف اللعيبه وكل يوم عارف مين اللي فايق ومين اللي مش فايق، مين اللي انا عاوز اديله وارجعه ومين اللي عاوز ابعده واقرصه، يعني الحاجات دي كلها المدير الفني مسؤول عن تيم كامل، مش 35 لعيب ولا لا تيم بالستاف بتاعه، فراجل بيفكر في ال 50 واحد كل يوم، احنا بنفكر بس على مشهد مباراه وخلاص بنقعد نحلل فيها، لكن مهنه التدريب ديت مهنه صعبه بتخلي اي حد او اي مدير فني وبالاخص لما يكون ماسك نادي كبير زي النادي الاهلي على طول مطالب ببطولات مطالب بمكسب على طول، على ما اظن الراجل ده باللي شافه ما بينامش يعني برغم الارقام اللي هو حققها دي كلها، لا بيحقق بطوله بتتقفل تاني يقول له عاوزين بطوله تانيه، فهو خلاص عاش ودخل جوه البيت في النادي الاهلي، فعارف اللي النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما فيش حاجه قدامه الا البطوله، ولازم وعلى طول يبقوا كسبانين، فالراجل لازم بقى يبقى عنده كسور عشان الاستوديوهات كلها تطلع تتكلم. ما عندوش كسور يا احمد ما حدش هيطلع يتكلم. لا فهو أي انا بيبقى عندي مشكله مع الفكره، يعني انك انت في يوم او في مناسبه تطلع بمدرب سبع سما وبعدين في مناسبه ثانيه بعدها تروح نازل بيه سبع ارض، يعني بالظبط كده خليه اعظم مدير فني في الدنيا واعظم مدير فني جه في التاريخ في بطوله مثلا زي كاس العالم بتاع الانديه، فبيكسب الاتحاد ويقدم عرض مش عارف ايه ويقدم عرض قوي، وبعد ما خدنا البرونزيه قال لك لا ده مع لا، وقال لك كمان لا ده كان ممكن ياخد فضيه يعني كمان في نفس بعدها في اربع خمس، بس انا لسه هرجع للي انت كنت بتقول عليه من شويه، صحاب القرار جوه النادي الاهلي والمسؤولين جوه النادي الاهلي هم عارفين الراجل بيعمل ايه والراجل، بس خد بالك القصه برضو ما بقتش بس صناع قرار ولا مسؤولين في النادي الاهلي، يعني في مديرين فنيين بيبقوا عندهم الرغبه، بيبقى اداره متفقه على امكانياتهم، بس الضغوط اللي بتحصل عليهم في وقت من الاوقات بتخليهم ما عندهمش القدره. طبعا لا ما دي برضو للاسف اللي حصل اللي انت لسه بتحكي فيه، اللي الكوره بقت في حاجات كتير عوامل بره الكوره هي اللي بس مش النادي الاهلي، انا اسف الكلمه مش النادي الاهلي ولا اداره النادي الاهلي، انا اسف الكلمه مش السوشيال ميديا اللي هتمشيه. لا مش بتكلم عن ان السوشيال ميديا تاثر على اداره النادي الاهلي، لكن ممكن يبقى ليها تاثير سلبي، صدقني انا بقول لك الكلام ده وانا عارف قصص وتفاصيل ما ينفعش اقولها، مع اجهزه فنيه مع لاعبين كوره، يعني لا ليها تاثير لا. للي بيروح ليها او اللي بيتابعها للي بيركز معاها وفي كتير من لعيبه الكوره في مصر عموما للاسف يعني
بيركزوا في الحاجات دي وده غلط. مهتمه بتواجدها على السوشيال ميديا. وده غلط وده غلط. انا راجل بعمل شغلي والمدير الفني مقتنع باللي انا بعمله وعارف انا امكانياتي ايه. مش هقول لك ما تابعش، لا تابع، بس لو في حاجه سلبيه خدها ايجابيه ليك وغيرها. لكن انا بقول لك الراجل زي ما انت بتقول، مثلا يبقى واخد بطوله بكره، هياخد بطوله بعد بكره، ده مدير فني والنادي الاهلي واللعيبه واي حد لو مسك النادي الاهلي. لا مش اي حد لو مسك النادي الاهلي هينجح يعني. بس زي ما انت بتقول القنوات، انا بقعد اقلب على اليوتيوب بلاقي قنوات، بلاقي ناس ملايين فاتحين قنوات وكل واحد قاعد يحكي ويتكلم وبتاع وانا مش مصدق اللي بيحصل ده. طيب خلينا اعمل مقارنه سريعه كده معاك. ده خامس نهائي بياخده الاهلي على التوالي. نهائي طبعا القرن، البدايه كانت مع الزمالك في اول النهائيات الخمسه، ثم كايزر تشيبس. كايزر تشيبس الزمالك كان في استاد القاهره، كايزر تشيبس كان في مركب محمد الخامس. كانت ماتشات فاصل يعني، مباراه من جوله واحده، ثم مباراة الوداد برضو في مركب محمد الخامس، ثم الأهلي والوداد ذهابا وإيابا، دي اللي احنا ما خدناهاش، وثم الترجي ذهابا وإيابا. من حيث السهولة الأول، بتشوف لقاء الترجي إزاي مقارنة بينه وبين الأربع نهايات اللي قبل كده؟ يعني هل هو الأسهل؟ هل هو الأصعب؟ شايف ظروف النهائي ده مقارنة بكل النهايات الأربعة اللي خاضها النادي الأهلي إزاي؟ انا هقول لك اصعب نهائي، اتنين نهائي اتلعبوا انا من وجهه نظري يعني، القرن قفشه الاهلي والزمالك الأرضي. ده كان صعب. طبعا احنا بص يعني نتكلم على ارض الواقع يعني، ماتشات الاهلي والزمالك ولا لها حسابات ولا لها مقاييس، وممكن الزمالك يبقى فايق جدا والاهلي فنيا مش فايق، تلاقيه في النهائي الزمالك الاهلي مكسر الدنيا. اي ديربي في العالم حساسيته زياده شويه، مالوش علاقه انت ماشي في الدوري ازاي او ماشي في الكاس ازاي. بس ما هو الاهلي والترجي ديربي، والاهلي والوداد ديربي برضه. لا بس ديربي 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 محلي، محلي غير لا يعني. انت مثلا ديربي بتلاقي ريال مدريد وبرشلونه، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، توتنهام والارسنال يعني تشيلسي. فبتلاقي الدربيات دي لا مالهاش علاقه يعني. ممكن مثلا تلاقي ليفربول ثالث الدوري بيلاعب مثلا ايفرتون ديربي، دول ايفرتون اللي مثلا المركز ال 15 لا بيصارعوا على الهبوط، مالهاش علاقه. فانا بقول لك اصعب اصعب ده أنا اصعب نهائي. وانا كنت بتفرج، كنا ساعتها ماسكين المقاولين كابتن عماد النحاس، وكنا في بنلاعب الفرقه اللي الزمالك اتغلب منها، لا لوت سولار دي ولا حاجه سولار كده، ارتا سولار. ارتا سولار احنا بنلعبها في جيبوتي، وكنا قاعدين بنتفرج على النهائي ده في في الفندق. في مصر لا ما كناش في مصر. وبصراحه هنتكلم فنيا لا الزمالك كان كويس جدا على مدار الجيم كله. وكنا قاعدين قلقانين، وكان في معانا ناس في الجهاز زملكاويه. الاهلي ضيع كميه اجوان يا راجل في الماتش ده، بس الاهلي الزمالك كان كويس برضه. الزمالك كان كويس يعني. انت احنا بنتكلم فنيا وقاعدين جهاز مع بعض، شك منه اهلاوي شك منه زملكاوي، كان في ديمقراطيه. فطبعا الجول لما جه مش هقول لك يعني اللي حصل. انا بيصعب عليا السوليه قوي. السوليه حاطط جون عالمي، بس يعني بس لان القضيه كانت حاسمه بصراحه، خد كل حاجه وفي توقيتها كمان كان وتاني اصعب نهائي يعني طهيسه جماهير سمعتها في القاهره كلها تقريبا. ايوه وقت الجول بتاع قفشه ده. ايوه انا بقول لك كان. واصعب نهائي تاني انا شايفه الوداد. ده اظلم مش اصعب. الوداد ده اكتر نهايه ظلم فيه الاهلي الحقيقه. لا وغير التاني بقى اللي احنا خدناه، التاني اللي احنا خدناه شايفه اصعب من النهائي اللي اتلعب من مباراه واحده. طبعا لا ده اصعب عشان طبعا. على مباراه العوده واللي انت منع يجيب جون يعني سيناريو انت ما كنتش عامل له اي حسابات. دول اصعب نهائيين. ماتش الترجي او نهائي الترجي اسهل منهم؟ انا بقول لك اهوت طبعا الكره ما فيهاش فيها متغيرات وكل، لكن انا بقول لك باللي الواحد شافه امبارح لا نهائي سهل جدا، وكان ممكن نسهله اكتر اللي احنا نخلص في رادس امبارح. فالواحد مطمن يعني، مش هقول غرور بس لا ثقه الواحد في تيم النادي الاهلي وفي مستر كولر والفريق والسكواد النادي الاهلي بيبنيه بقاله اربع خمس سنين. لا الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل وهيخلص بدري ان شاء الله يعني. هل ممكن عوده اوراق مثلا يعني؟ بشوف انه احمد عبد القادر كان من الاوراق المؤثره جدا في، واغلب الظن لسه مش معلومه مؤكده، يمكن مع رجوع الاهلي للتدريب مره تانية. احنا اتفقنا انه الاهلي رحب النهارده وبكره هيرجع للتمرين ان شاء الله باذن الله بعد بكره.
مع العوده للتدريبات يوضح موقف عبد القادر، ولكن اللي كان جاي لنا حتى من قبل السفر الاهلي لتونس انه عبد القادر ممكن يكون جاهز للقاء العوده. هل عبد القادر ممكن تكون ورقه مهمه جدا مع مارس تبقى مع الكره؟ الراجل. اه طبعا تبقى مع الراجل. يعني بص، اي اصابه عضليه يا احمد بعد الرجوع مش الاحسن اللي انت تبدأه او تديله ماتش فاينل أيه. زي ده ويبقى فيه ضغط جمهور والكلام ده. ورقه عندك ورقه طبعا، ورقه احمد. دي النماذج بقى اللي انا يعني كذا مره اقولها معاك، اللي الراجل علاقتي وانا مدير فني وانت لعيب، هتعمل اللي انا عاوزه هتلاقي نفسك في الملعب، مش تعمل اللي انا عاوزه مش هتلاقي نفسك في الملعب. الكلام ده قعد فتره اكرم توفيق واخده، أيوة. شويه احمد عبد القادر ده ماشي، ده هيطلع اعاره، ده رامي ربيعه في فتره من الفترات رامي ربيعه، وقعدوا يتكلموا وبعدها قام مجدد، مش لاعب كمان ده جدد. فميزه مستر كولر اللي هو في مدربين بيحب ويكره، وفي مدربين واجانب بيحبوا ويكرهوا، لكن في اجنبي هو بيحب يكره، دي في حد ذاتها شيء ما يعيبش. يعني انا احب الملتزم واللي بيشتغل، اصل فكره ان انا احب وافضل على المستوى الشخصي اعتقد ان الاجانب ما بيشتغلوش لا بالشكل ده، الاجانب مش كده. لكن احب اللي ملتزم، اللي بيسمع الكلام، اللي بيتدرب كويس، اللي بيديني 100% في التدريب زي ما بيديني 100% في الماتش، واكره اللي نايم او اللي كسلان، ده شيء ما يعيبش حد. هي ما انا بقول لك، هي الحته دي معلش انا اسف، في الاجانب مش موجوده. هو في الاجانب الاجانب مش لا موجود. لا الاجانب بيني وبينك ملعب وبيني وبينك شغل. ايوه ممكن في المصري المصري ساعات مثلا يبقى 2 لعيبه في الملعب واساسيين وكويسين مستوى الشخصي اكتر من ده، المفروض ما تظهرش في حاجات معينه كده اللعيب بيبقى واخد باله منها. يعني ممكن موقف انا واحمد اساسيين في الملعب معانا مدير فني سين مثلا، وموقف انا وانت، انا غلطت في موقف كان ليه رد فعل، وانت غلطت نفس الموقف كان ليه رد فعل تاني. فالحاجات دي متشافه، والحاجات دي بتبان ايه انت جوه، يعني انا من جوايا احمد بالنسبه لي ايه او رامي بالنسبه له ايه. لكن الاجانب لا، الاجانب انت ده حبيبي. جزء مهم جدا من نجاح الهيد كوتش. يعني هو الكوتش مش خطه لا لا وتمرينه ووظائف هجوميه ووظائف دفاعيه وتعمل ايه مع الكوتش كمان، انه ودي صعوبه المدير الفني في اي فريق كبير. انت بتتكلم على اوضه لبس زي النادي الاهلي، انت عندك 30 نجم، احساس كل واحد منهم بذاته فرقة هو كل كبير، واحد فرقة. فعشان تبقى كلهم عندهم الدوافع، كلهم عندهم الشعور بانه الراجل ده عادل، كلهم عندهم شعور انه الفرص متساويه في اوضه لبس زي اوضه لبس النادي الاهلي، ده شيء مش سهل على اي شخصيه او على اي مدير فني انه يعمله. بص يا احمد، انا اكلمك كلاعب كوره. لاعب الكوره اهم حاجه بالنسبه له، النفسيه، لا بالنسبه له للمدير الفني، اول حاجه المصداقيه، واكون مقتنع بيك. هو ده المدير الفني لاي لعيب في العالم، لاي لعيب في العالم يعني مش ايه في مقتنع مصر. بيك يا كابتن؟ يعني في شايفك مصداقيه، في مصداقيه، ومقتنع ان انا لما اقعد قدامك بتقنعني بكلامك. المصداقيه اللي هي ايه؟ المصداقيه لما اجي اقول انت لك مثلا انا ما بلعبش ليه فتديني اسباب. المصداقيه لما انا ما بلعبش ليه يا رامي؟ انت ما بتلعبش عشان 1 2 3. لما رامي يعمل 1 2 3 ويلاقي نفسه في الملعب، لا يبقى دي مصداقيه. لما مثلا اقول له طب انا عامل 1 2 3 وبتمرن كويس، طب ما بلعبش ليه؟ هتقعد تقنعني، وهيبقى كلام مقنع. اللي انا محتاجك النهارده تبقى قاعد زي ما بيعمل، زي كهربا. هنقول كهربا مثلا 3 سنين شايل النادي الاهلي، لظروف ما كانش في راس حربه، لظروف ما الراجل، هي دي تتحسب لمستر كولر وتتحسب لكهربا. مظبوط. اللي راجل جاي ما فيش راس حربه سترايكر والاثنين 9، استفادوا من العلاقه، يعني ايوه كهربا استفاد استفاد، وكولر ومستر استفاد. كولر استفاد على مدار 3 سنين. دخل حسام حسن، ودخل شادي حسين جه من سيراميكا، ما كانوش موفقين. دلوقتي كل واحد في فرقته مكسر الدنيا، صحيح. وصلاح محسن رجع وصلاح شويه. محسن. لما يجي كهربا راجل بتجيبه من جناح شمال، لا او تجيبه من ببطل بعيد عن الكره غير بقى اللي هو كفتره المشكله طويله. اللي عنده والكلام ده. لكن هو انت كلنا عارفين كهربا بيلعب ايه، بيلعب طرف جناح. شمال. فاما يجي يتلعبوا 9 ويأدي ويجيب لك اجوان حاسمه ويجيب عدد الاهداف دي كلها، لا تتحسب للكره وتتحسب لكهربا. فدي اسمها ايه بقى؟ طب كهربا دلوقتي قاعد باقتناع ولا قاعد مش باقتناع؟ هو قاعد دلوقتي ما بيشاركش. صحيح. دي ترجع لمين؟ ترجع للمدير الفني. اللي انا مقتنع ان الراجل ده مقعدني عشان كذا، وفي مصداقيه بيني وبينه. فهي دي بقى اللي بتفرق. اي مدير فني
تخليه في حته والمدير الفني بتظلم لما مدير فني يغير مركز لاعب من مركز لمركز. يعني اكرم مثلا بدا باك رايت، لا كان على الدايره، ارتكاز كان على الدايره على الدايره، وبعد كده نجح جدا، او لما توظف فاكر موسيماني هو اللي وظف الحته دي باك يمين، نجح جدا وبقى اساسي اهلي ومنتخب مصر، وبعد كده جت الاصابه الصليبه في امم افريقيا مره والثانيه، ف بتفرق لما وبتبقى صعب على اللعيب انه لا، هي بتبقى ميزه للعيب، ميزه للعيب طبعا. يعني دلوقتي لما يبقى مدير فني قاعد بيعمل خطه وعنده واحد زي اكرم بيلعب باك رايت وبيلعب سته وبيلعب تمانيه، طب ليه ما شفناش كهربا جناح مثلا؟ عشان اللي عندك برضو كويسين جدا يعني، بس هيجي في وقت لما كهربا يبقى فايق وفت والتانيين فنيا طبيعي الكيرف بتاعك هينزل، ممكن كهربا يرجع جناح، لكن هو حل عنده لما يبقى عندك لعيب جوه الملعب بيحل لك مركزين ثلاثه. يا احمد ده لاي مدير فني بيبقى ده اهم لعيب عنده، يعني اهم لعيب عنده اللي بيحل له مركز اثنين يعني، وهو جوه الملعب بيغير الخطه بناء على اللعيب اللي هو بيلعب في كذا مركز ده، فدي حاجه ميزه طبعا، ودي ميزه اضافت مستر كولر اضافها للكهرباء. طيب مفاتيح مكسب الاهلي يوم السبت؟ طبعا انا شايف هيبقى مفتاح من مفاتيح لعب النادي الاهلي مش لو لعيبه، انا بتكلم على يعني اداره مباراه، جهاز فني، يعني اللعيبه مفاتيح الاهلي كلها لعيبه، من اول عبد المنعم مرورا بامام اكرم حسين تاو ومروان، يعني كل لعيب في الاهلي ممكن قفشه طبعا مفتاح مهم جدا، فالاهلي فيه مفاتيح لعبه كتير، لكن لو بتكلم على اداره مباراه انا شايف التشكيل هيبقى هو وطريقه اللعب هتبقى هي باستثناء ممكن زي ما احنا اتفقنا كريم، انت عايز كريم، شايف انه كريم انا شايف كريم دبيس على حساب كريم فؤاد وقفش على انه برده كريم فؤاد بصراحه يعني، بس انت برضو احنا مهما كان واحد بيلعب بعدلته على الشمال وبيعرف يعمل كروس غير لما كريم هيتعزل، كريم اقصد اقول مش غريب على المكان ده، ما قلتش يعني غريب. مش عمر كمال مساك، بس انت محتاج ايه في ماتش زي ده؟ محتاج كميه كروسات من كل مكان عشان وسام، وهتلاقي امام بيكمل وانا من وجهه نظري قفشه مكان اكرم، يعني دول الورقتين اللي انا بقول لك البدايه تبقى البدايه قفشه وامام ومروان، ده وجهه نظري بس الراجل اكيد هو صاحب القرار في الحاجه دي. يعني الحاجه الثانيه طول ما انت يعني راجع كده ماتشات اللي الاهلي بيبقى عنده كثافه هجوميه وبيروح يهدد الجون كل شويه، لما حسين الشحات وبيرسي تاو ما بيبقوش راكبين الخطوط بره، لما بيخشوا جوه قلب الملعب ويبقوا تحت قدام الديفندرين والكره تتلعب ويلف يسند على وسام وكده، عاوز اقول لك اكتريه المباريات اللي كان لنا شكل فيها هجومي وكثافه هجوميه على الجون لما الاثنين ما يبقوش راكبين الخطوط بره وبيدخلوا في ظهر الديفندرين، وانا متوقع ان ده اللي هيحصل الماتش الجاي، هتلاقي حسين كتير جوه الملعب وهتلاقي بيرسي تاو جوه الملعب وهيدوا حريه لمحمد هاني ويدوا لكريم دبيس حريه ان شاء الله. ان شاء الله النهارده يحسم لقب الكونفدراليه، والسبت القادم يحسم لقب الشامبيونز ليج. هل تتوقع ان السوبر يكون مصري 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 يعني مصري 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 ان شاء الله؟ ان شاء الله مصري مصري عشان الحاجات دي من كلها من قلبك يا كابتن رامي. والله من قلبي عشان الحاجات دي كلها بتعلينا في التصنيف وبتعلينا في حاجات كتير، والواحد انا غيران من تجربه المغرب واللي المغرب واصله له، فاما الحاجات دي رسائل يا احمد بتوصل للوطن العربي كله والعالم كله، اللي يبقى نهائي اكبر بطولتين في افريقيا مصري، فده يدل اللي الناس بتقول الدوري المصري وحش والناس والدوري المصري ما فيهوش والكلام اللي هو بيطلع زي ما انت بتقول كده. ردينا خلاص على ده اللي الناس يعني الاهلي رد على ده ولا لسه محتاجين نرد تاني؟ مش عارف انا بقول لك اللي الناس بتطلع تقول اللي انت، بس الناس دي زي ما انت من غير ما ترد ما انت قلت الناس دي طالعه عاوزه ايه وبتاخد ايه فده رد كبير ان شاء الله للنهائي والسوبر الافريقي يكون مصري ان شاء الله. بشكرك كابتن رامي حبيبي يا احمد، ان شاء الله مقابلتنا الجايه نبقى بنحتفل ان شاء الله بالنجمه ال 12 في تاريخ النادي الاهلي في دوري الابطال. بشكركم ومره ثانيه باكد البطوله دي بالذات الماتش اللي جاي يوم السبت هو ماتش جمهور النادي الاهلي والرهان على جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتملى استاد القاهره، وباذن الله كلها ايام ان شاء الله، وكلنا ثقه في كولر، كلنا ثقه في لاعبتنا، دعم الفريق ان شاء الله باذن الله من الجمهور على كل بقى وسائل الاعلام وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي ان شاء الله باذن الله على مدار الايام اللي جايه دي لغايه ان شاء الله لما نحقق النجمه ال 12 يوم السبت القادم في مواجهه الترجي. كل التحيه للاهلاويه اللي تابعوا حلقه النهارده، وبكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم.